خلينا نتكلم على ابرز مباريات اليوم. النهارده في ماتشات كتير جدا في الدوري الانجليزي. اليوم السبت بيبقى دايما في ماتشات، وفي مختلف الدوريات اللي هتنطلق وهتبتدي الموسم الجديد بتاعها بتحديد الدوري الاسباني. خلينا نبتدي بالدوري الانجليزي. النهارده استون فيلا لعب الساعه 1:30 في مباراه مع ايفرتون. ايفرتون طبعا بيخسر المره الثانيه على التوالي، زي ما حضراتكم كده شايفين النتائج على الشاشه. واستون فيلا بيحقق اول فوز ليه بعد ما خسر في الجوله الاولى من بورنموث بنتيجه 2-0. النهارده بيفوز بنتيجه 2-1، وربنا يسامحه لوكاس دين جاب هدف في نفسه، فبالتالي خلى ماتي كاش راجل عندي في التشكيله بتاعتي في الفانتزي خسر 4 نقط، بقى خد نقطتين بدل 6. فيعني دي النتيجه بتاعت المباراه دي. لكن في عدد من المباريات كمان بتتلعب في اللحظات اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، وانطلقت بالظبط في تمام الساعه 4 عصرا. ارسنال بشكله الجديد وبروحه الجديده متقدم على ليستر سيتي بنتيجه 2-0 في الشوط الاول، احرزهم خيسوس لاعب اللاعب البرازيلي القادم من مانشستر سيتي. وهذا اللاعب المميز والمهاجم الجيد جدا بيبتدي اهدافه ومسيرته التهديفيه مع ارسنال من خلال هدفين النهارده على ملعب ارسنال ووسط الجماهير. ف 2-0 الشوط الاول خلص. في المقابل برايتون مع نيوكاسل تعادل سلبي الشوط الاول انتهى. مانشستر سيتي متقدم في حفله على بورموث الشوط الاول بس 3-0، احرز الاهداف جوندوجان، دي بروين وفودن. هالاند هتقولوا لي جاب اهداف ولا لا؟ ما جابش، لكن عمل اسيست الهدف الاول لجوندوجان، واغلبيه الناس في الفانتزي مكابتنين هالاند. طيب الماتش اللي بعد كده ساوثامبتون مع ليدز يونايتد الشوط الاول خلص بالتعادل السلبي، ولفرهامبتون مع فولهام الشوط الاول ايضا خلص بالتعادل السلبي. دي الماتشات اللي ابتدت الساعه 4، لكن الساعه 6:30 في ماتش قوي جدا ما بين برينتفورد ومانشستر يونايتد. المباراه هتكون مهمه لمانشستر يونايتد اللي خسر في الجوله الاولى على ملعبه بنتيجه 2-1، فبالتالي محتاج جدا جدا ايريك تين هاج المدير الفني الهولندي الجديد ان هو يبتدي يعود للانتصارات في بدايته في الموسم الجديد مع مانشستر يونايتد اللي دايما بيمر بازمات مؤخرا. ده بخصوص الدوري الانجليزي. طيب الدوري الاسباني، البطوله ابتدت امبارح بالتحديد، النهارده استكمال للجوله الاولى. سيلتا فيجو بيلعب في وانا بتكلم مع حضراتكم مع اسبانيول تعادل سلبي 0-0. الماتش ده كان ابتدى بالظبط الساعه 5، يعني من 4 دقائق فاتوا. بلد الوليد مع فيريال ماتش الساعه 7، برشلونه بشكله الجديد كمان والصفقات وليفاندوسكي بقى وعندك ورافينا وعندك اسماء كتير وكيسي وناس كتير قوي قوي برشلونه جابهم، هيلعبوا مع رايو فايكانو الساعه 9 بالليل. فاعتقد المباراه دي هتشهد متابعه كبيره جدا. دي مباريات الدوري الاسباني، وبكره ريال مدريد هيبتدي مبارياته في الموسم الجديد. طيب الدوري الايطالي، ميلان مع اودينيزي الساعه 6:30 في نفس التوقيت، سامبدوريا مع اتلانتا، والساعه 9:15 مونزا مع تورينو، وفي نفس التوقيت ليتشي مع انتر. دي ايضا الجوله الاولى من الدوري الايطالي. الدوري الفرنسي في الجوله الثانيه موناكو مع رين، مباراه ابتدت والتعادل سلبي بدون اهداف في اللحظات دي، وباريس سان جيرمان مع مونبلييه ماتش الساعه 9 بالليل. دي اهم وابرز المباريات. وطبعا عوده الدوريات في اوروبا دي بتبقى حاجه ممتعه ومثيره للغايه، وتحس ان انت بتتفرج على كوره حقيقيه يعني، فاكيد متعه كبيره جدا في مختلف الدوريات وبالتحديد الدوري الانجليزي يعني. دي اهم وابرز المباريات.